هلا عندي التست اللي لا اللبتس اللي هم الدهون، عندي تو تست اللي هو السوليوبيليتي وال والسودان 3. الاول السوليوبيليتي اللي هو الذائبيه، احنا نعرف قاعده اللي هي لايكس ديزولفز لايكس. شو يعني؟ يعني البولر بيدوب بالبولر والنون بولر بيدوب بالنون بولر، واحنا بنعرف انه اللبتس هي عباره عن نون بولر. فعندي انا هاي المواد الايثر الكحول الاسيتون والكورن اويل اللي هو هذا مصدر اللبتس عندي، ودستيلد ووتر. بدنا نجربهم ونشوف وين انا صار عندي السوليوبيليتي تيست بوزيتيف وين نيجاتيف. فلما يدوبوا مع بعض وانا ابطل قادر اميز بينهم يصيروا متجانسات، معناها هون النتيجه بوزيتيف. لما ما يدوبوا يكونوا منفصلات، عاملات طبقه منفصله الماده والكورن اويل مش متجانسات سوا، معناها هون السوليوبيليتي تيست حتكون نتيجته شو؟ نيجاتيف. فبدي احط 3 ml من هذه المواد الاربعه. هلا في ماده عندكم انتم بالمانيوال اللي هي الكلوروفورم، طبعا احنا هون ما بنستخدمها لانها هي توكسيك كثير للريسبيراتوري سيستم، سامه كثير ل الجهاز التنفسي المادة، فنحن ما بنستعملها بالمختبر عندنا. فمن الإيثار والأبسوليوت كحول والأستون والدستلد ووتر، هلأ رح أحط 3 ml بهدول الفور تيوبس. بعد ما ضفت الأربع مواد عندي بالتست تيوبس، بدي أضيف المادة اللي أنا بدي أفحصها اللي هي إيش؟ الكورن أويل اللي هي اللبد سورس. أنا عندي بدي أخذ 1 ml وأحط بكل وأعمل ميكسينج لإله وأشوف شو النتيجة. فعندي الأول اللي هو كان إيثر، خلطتهم أنا، طلعوا. هل إحنا قادرين إن يعني إذا هون حطيناه هل نحن قادرين نميز بينهم؟ لا. فمعناها شو نتيجة الفحص؟ بوزيتيف، لأنه دابوا ببعض. الثاني اللي هو أبسوليوت الكحول، طلعوا كتير مبين انه طبقة الزيت تحت طبقة الكحول، فالنتيجة هون عندي شو؟ نيجاتيف. الثالث اللي هو الاسيتون، الاسيتون زي ما اذا انتو قادرين تشوفوا انه انا عندي شوفوا لما احركه شوي، انه انا عندي عم ينخلط بس بنفس الوقت مش كتير. هلا انا بعتبره بوزيتيف، بس انه ايش؟ الاسيتون له طبيعتين، بولر ونون بولر، لهيك احنا بنشوفه انه داب بس مش ذوبان كامل. فهو نتيجته احنا عندنا بوزيتيف، بس ايش فعليا؟ هو بوزيتيف بس مش على الكامل. اوكي. واخر شيء عندي الدستلد ووتر، اكيد رح تعطيني شو؟ نيجاتيف. يعني مي وزيت اكيد ما راح ينخلطوا سوا، لانه المي بولر والزيت نون بولر. هلا اذا انا بدي اجي اقارن بين الكحول والزيت وبين المي والزيت، شو شايفين؟ الزيت عند الكحول جاي تحت بس عند المي جاي فوق. ليه؟ هذا بيجي لاختلاف الكثافات. دائما بنعرف الكثافه اللي هي وزن المولكيولز، ممكن نحكيها. انا عندي الزيت هون اتقل من الكحول او كثافته اكبر، فجاي تحت والكحول فوق. اوكي. اما لاجي اطلع بين المي والزيت، المي كثافتها اكبر من كثافه الزيت، فشو هي؟ تحت، والكورن اويل ماله فوق. تمام. يعطيكم الف عافيه.